وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة وفاء الشربتي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. بعد التحية دكتورة، هل لك أن تحدثينا عن الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها خارج المنزل خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان عدم ارتفاع حالات الإصابة في الفترة المقبلة؟ طبعا ما يخفى عليكم أن في هذه الفترة تشكل مرحلة مفصلية بيعتمد عليه المستوى اللي بنرجع له بعد العيد. وصلنا للمستوى الأخضر قبل العيد، تم رفع الإجراءات الاحترازية للمستوى البرتقالي بصورة احترازية أثناء العيد، ونتمنى أن يعود اللون الأخضر بإذن الله بعد العيد. هذه يعني منطلق المسؤولية المجتمعية يضع على جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين دور كبير في الوصول لهذه المرحلة. أؤكد على أهمية لبس الكمامات خارج المنزل في كل الأوقات، وأيضا داخل المنزل لما يكون في هناك شخص كبير في السن أو ضعيف المناعة. أيضا غسل اليدين بالماء والصابون بصورة متكررة، واستخدام المعقم لليدين بصورة متكررة. أيضا الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي 2 متر على الأقل بيننا وبين جميع الأشخاص في جميع الأوقات. طبعا في فترة العيد يمكن هناك أشخاص يرغبون في الخروج من المنزل، فلازم يتأكدون من الاشتراطات في المكان اللي بيتوجهون له، وأيضا يحرصون على الحجز المسبق، لأن هذه بيؤدي إلى تقليل الاكتظاظ في كافة الأماكن، بالإضافة إلى طبعا استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. أرد وأكد على أهمية التطعيمات. التطعيمات لها دور كبير بإذن الله في القضاء على هذه الجائحة، فأدعو جميع المواطنين والمقيمين اللي إلى الآن ما سجلوا اسمهم للتطعيم أن يبادرون ويسجلون. يمكن أخص بالذكر الفئة الكبيرة في السن، وأيضا فئة اللي انفتح لهم باب التطعيم مؤخرا اللي هي فئة من 12 إلى 18 سنة. بتعاوننا جميعا وبالتزامنا بالإجراءات الاحترازية بإذن الله بنعود للمستوى الأخضر، وبيستمر المستوى الأخضر إلى أن نصفر الحالات وترجع الحياة إلى طبيعتها بإذن الله. نعم دكتورة وفاء الشربتي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.